السلام عليكم الزلفلاون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم محبين وانصار شبيبة القبائل، يعني في اخر اخبار شبيبة القبائل. طبعا قال لك ابراهيم ديب على رادار شبيبة القبائل، وكذلك شباب بلوزداد تريد الحصول على هذا المهاجم، يعني مهاجم شباب قسنطينة ابراهيم ديب. قال لك ادارة شبيبة القبائل بدأت تحركاتها من اجل خطف احسن اللاعبين المتاحين، وابراهيم ديب من اولويات الاداره الحاليه. طبعا نتمنى ان شاء الله كامل تعطيونا الاراء تاعكم في مهاجم شباب قسنطينه ابراهيم ديب. قال لك اداره شباب بلوزداد كذلك تريد اللاعب ايضا، ورابحي يرى فيه صانع العاب الموسم القادم. يعني قال لك رابحي يريد التحرك سريعا لإنهاء الميركاتو مبكرا وعدم تكرار خطأ الموسم الماضي، والصراع سيكون على أشده في الميركاتو الصيفي القادم بين فرق الشركات لضمان أحسن ميركاتو. احنا نتمنى إن شاء الله من شبيبة القبائل أنها ما تخليش شباب بلوزداد يأخذ هذا اللعب، ونتمنى كذلك منكم أنتم كأنصار ومحبين شبيبة القبائل تعطونا رأيكم في أداء هذا اللاعب، هل سيكون مفيد لشبيبة القبائل، هل سيقدم إضافة كبيرة لشبيبة القبائل. وما زال إن شاء الله نتمنى إن شاء الله أسماء تليق بألوان وقميص شبيبة القبائل، فقط نحتاجكم تفجروا هذا الفيديو. ألف لايك، ألف لايك، لما لا.